التواجد في المنصات وبطموح حصد الألقاب. كرة بتعود بن شرقي، بن شرقي بيحاول، أشرف يتقدم بمر الكرة لتباتا، تباتا لمسة في هذا المكان، الله على هدف المباراة الأول للرهيب، الرهيب يتقدم بالهدف الأول بهذه الطريقة وبهذا الجمال عن طريق الجميل، عن طريق الجميل رودريجو يضع الرهيب في المقدمة بهدف أول. رودريجو ماتشادو يسجل الأول للريان في هذه اللحظات، لكن شوف اللمسة التي بدأت من أشرف بن شرقي وبعد ذلك لتباتا، تباتا وضع طبعا رودريجو في المكان الذي يفضله، وبالتالي لابد كان على رودريجو أن يتولى الأهمة وأن يتكفل بإنجازها بأفضل صورة ممكنة وأن يضع الريان في المقدمة الهدف الأول. رودريجو ماتشادو يسجل الأول للريان، 1-0.